السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نشرح باكج جديدة، حاجة اسمها ريدوكس سانك. ريدوكس سانك هو عبارة عن وسيط ميدل وير بيمكنك إن أنت وأنت في الأكشن كرييتور تقدر تبعت السينكرونس كولينج، تبعت ريكوستات لـ API معينة وتجيب الداتا وتهندل اللوجيك نفسه جوه الأكشن كرييتور. وكمان مكنك ان انت تقدر تعمل ديسباتشنج جوه الاكشن كرييتور. يعني انا دلوقتي وانا هنا في الاكشن كرييتور، انا مجرد دلوقتي الاكشن كرييتور هو عباره عن فانكشن بتريترن الاكشن. باستخدام بقى ريدوكس سانك هيخليك يمكنك ان الاكشن كرييتور ده بدل ما هو بيريترن الاكشن، لا انا هخليه ريترن الفانكشن بتاعت الديسباتش ويديسباتش الاكشن بتاعك. واحدة واحدة عليا ونبدأ نهندل الدنيا ونمشيها ستيب باي ستيب. بعد إذنك افتح معايا التيرمينال وسطب سطب الباكج اللي اسمها ريدوكس سانك. أنا سطبتها خلاص، سطبها هتقول لك ادد والكلام ده، ممتاز جدا. طيب بعد كده بروح للستور، قلنا الريدوكس سانك ده عبارة عن ميدل وير، فأنا بقول له بعد إذنك هات لي، اعمل امبورت، ما كانتش موجودة أنا كتبتها على طول، يعني ابلاي ميدل وير، يعني هات لي ميدل وير أو شغل لي الميدل وير. دي عباره عن فانكشن بجيبها من الريدوكس. وعشان تشغل الريدوكس سانك اول حاجه اعمل له امبورت، هقول له امبورت لي ريدوكس اي اسم، طبعا ريدوكس سانك فروم المكتبه اللي اسمها ريدوكس سانك. طبق لي بقى الميدل وير ده جوه الريدوكس بتاعك او الستور بتاعك. فبكتبه ازاي؟ قال لك بتيجي جوه الانهانسر، ببدا امده الفانكشن اسمها ابلاي ميدل وير، وبصيله الميدل وير اللي انا عايز اشغله، اللي عايز ابلايه او اللي عايز اشغله، اللي هو مين؟ اللي هو ريدوكس سانك. بالسطرين اللي كتبتهم دول مكنت ان انت تقدر جوه الاكشن كرييتور يا تبعت ريكوستات وتكتب اللوجيك بتاعك، يا تعمل ديسباتش الاكشن على طول. هعمل كل الكلام ده ونفهم الدنيا بالتفصيل. فهي جوه الاكشن كرييتور بدل ما هو على طول بيبعت بس او بيريتيرن بس الاكشن، قال لك لا، باستخدام الاكشن كرييتور هقدر اعتبر ان الفانكشن دي اسينك فانكشن. لو عايز ابعت ريكوستات فانا هخليها اسينك كده على طول، واقدر استلم من هنا الديسباتش. هنعرف هنبعته ازاي. الديسباتش دي هي الديسباتش فانكشن اللي من خلالها لو انت عملت ديسباتش الاكشن هيروح يكلم الريديوسر ويغير الداتا. الجمله دي المفروض تكون اتحفظت باذن الله. فبدل ما انا بريتيرن كده على طول، لا انا هريتيرن الديسباتش، ديسباتش اللي انت بعته، هنعرف نبعته ازاي، وهريتيرن اوبس ديسباتش، وهبعت له التايب بتاعك. انا كاتب ديسباتش دي ديسباتش، ممتاز. وهرجع له بقى التايب بتاعه اللي هو ايا كان، اللي هو الانكريمنت بالشكل ده. طيب يا باشمهندس هتشغل دي ازاي؟ هتشغل، ما انت كده كده مشغلها اهو وانت في الكاونتر اصلا مشغل انكريمنت. طبعا هنا في غلطه اعتقد كانت موجودة كده، طبعا كنت بجربها، يعني كانت موجودة بالشكل ده. حلو، ده اللي ما هيكون موجود قدامك بالشكل ده. عملت هنا بقى ايه؟ بما انك خلاص هتديسباتش جوه الاكشن كرييتور فانت مش هتعمل ديسباتش هنا، فانا شلت الديسباتش دي، ممتاز. طيب بعد كده انت عامل الانكريمنت اكشن، هبصلها بقى الديسباتش اللي هو ده، هبصلها الديسباتش فانكشن دي عشان اقدر اديسباتش هناك جوه الاكشن كرييتور. ومش هيفهم الديسباتش غير لما ابصها له، فانا بصيت له الديسباتش از بارامتر، فيروح جوه الاكشن كرييتور ده فيستلم الديسباتش ويقدر يعمل ديسباتش للتايب بتاعك. يبقى انت وفرت على نفسك ان انت مكان واحد دلوقتي بتعمل اكشن كرييتور وبتديسباتش على طول، مجرد في صفحه اللوجيك بتاعك بنده هذا الاكشن كرييتور وشكرا. نفس الكلام هعمله في الديكريمنت، هقول له بعد اذنك شيل الكلام ده من هنا وبعت لي الديسباتش ميثود، وروح انت جوه الكاونتر اكشن. بدل ما انت بتعمل الشغل ده هاخد نفس السطر ده كده، بدل ما انا بعمل ديكريمنت بالشكل ده، لا هقول له بعد اذنك هات لي الديكريمنت اكشن هنا اوبس، وبدل ما انت طيب انكريمنت خليه طيب ديكريمنت بالشكل ده بمنتهى البساطه. يبقى انا باستخدام الريدوكس سانك خلتني اقدر اعمل فانكشن، والفانكشن دي جواها بديسباتش الاكشن بتاعي. نفس الكلام هعمله هنا، اقول له بعد اذنك اكسبورت كونست باشا، ده هستقبل الفاليو بتاعتك وكمان استقبل الديسباتش. الديسباتش من خلالها هتعمل ايه؟ هتعمل ريتيرن لديسباتش الاكشن بتاعك ده،
والفاليو بتاعتك اللي انت عايزها، ممكن تحطهم في سطر واحد اللي انت عايزه. طب ازاي هاندل بقى؟ هروح لل HTML، اسف، للفايل لوجيك بتاعنا. بدل ما انا كاتب كده، لا، انا هقول له بعد اذنك انا هشيل الديسباتش من هنا، هبعت له الفاليو وابعت له الديسباتش، شكرا ومنتهى البساطه. هروح اجرب بقى اللوجيك اللي انا عملته ده، هعمل ريفريش، هدوس انكريمنت، هلاقي الدنيا شغاله، هدوس ديكريمنت شغاله، هدوس انكريمنت باي 3، هلاقي الدنيا كلها شغاله. ايه اللي انا عملته؟ مكنت الريدكت سانك الميدل وير بتاعك ده، مكنت الاكشن كرييتور بدل ما هو بيريتيرن اكشن بس، لا بقى بيريتيرن اللي بيستقبل الديسباتش بتاعك وبيعمل ديسباتش الاكشن جوه الاكشن كرييتور. فخليت في مكان واحد بس الاكشن، هي بتعمل الاكشن كرييتور وبتديسباتش الاكشن كلها مع بعضيها في حته واحده. فسهلت عليك ان انت مش لازم اجي هنا واديسباتش واروح هناك وبعد كده ابعت والكلام ده. قال لك لا، مكان واحد بيديسباتش بس، انت وانت في اللوجيك بتاعك بتبعت له بس الميثود الخاصه بالديسباتش بمنتهى البساطه. واضحه الفكره؟ طيب ممتاز جدا. هنيجي بعد كده نزود بقى، بدل ما انا عندي ريديوسر واحد هيبقى عندي مثلا اتنين ريديوسر فرضنا يعني. فهاجي في الريديوسرز بتاعنا اللي هو هنا كاونت ريديوسر، هعمل ريديوسر جديد وليكن مثلا يوزر ريديوسر دوت جي اس. اليوزر ريديوسر ده بيعمل ايه؟ ولا اي حاجه، مجرد هو عباره عن فانكشن اكسبورت، او هعمل فانكشن اول اسمها يوزر ريديوسر بيساوي الباشا ده، بيستقبل كالعاده الستيت، الستيت هيكون فيها انيشال فاليو فاضيه والاكشن بتاعك. وبناء على الاكشن، انا مش هعمل اكشن خالص، هقول له بس ريتيرن الستيت. الهدف من ده، الهدف ان انت اعرفك لو عندك كذا ريديوسر بتعمل ايه. هقول له بعد كده اكسبورت ديفولت للاكشن، اسف، لليوزر ريديوسر. طيب انا دلوقتي بقى عندي اتنين ريديوسر، ازاي بقى اتحكم في الاتنين ريديوسر دول؟ مش انا جيت قلت لك وانت في الستور وانت بتكريت الستور لازم يكون في ريديوسر واحد؟ قال لك اه. طب انا دلوقتي مثبت الكاونتر ريديوسر، عايز اجيب اليوزر، قال لك خلاص. هنعمل فايل جديد جوه الريديوسر هسميه index.js جوه الريديوسر، وده هيكون الفايل اللي شايل كل الريديوسرز عندك. الفايل ده بيعمل ايه؟ بيعمل بمجرد export ديفولت لفانكشن هنعمل لها امبورت اسمها كومباين ريديوسر من الريدكس. كومباين ريديوسر من اسمها، اعمل لي كومباينيشن، جمع لي كل ريديوسر في ريديوسر واحد. ودي عباره عن فانكشن بتستقبل اوبجكت، ايه هو الاوبجكت؟ كل الريديوسرز اللي انت عايزها. انا عندي اول ريديوسر هخليه اسمه كاونتر، الكاونتر ده هيجيب من خلاله الكاونتر ريديوسر، وعندي ريديوسر تاني اسمه يوزر، من خلاله هقدر اجيب اليوزر ريديوسر. يبقى انا عملت ايه هنا؟ عملت فانكشن اسمها كومبايند ريديوسر، ده بجيبها من الريدكس بتاعك، بيجمع لك كل الريديوسر في ريديوسر واحد. سميت انت بقى الريديوسرز بتاعتك ايا كان اسمها، انت مسمي ريديوسر اسمه كاونتر ومسمي اليوزر ريديوسر مسميه كي اسمه يوزر. فلو عايز توصل للكاونتر ريديوسر لازم تمر بهذا الكي، لو عايز توصل لليوزر ريديوسر لازم تمر بهذا الكي. بمعنى انا دلوقتي بما انك جمعتهم في ريديوسر واحد لازم تروح للستور، بدل ما هو بيستقبل بس الكاونتر ريديوسر، لا انت هتستقبل الفايل، اعمل بقى امبورت مثلا الريديوسر من الفايل اللي اسمه اندكس، مش لازم طبعا اكتب اندكس بس هو هيفهم خلاص. لو انت عندك فايل اسمه اندكس بقول له بس اقف عند اسم الفولدر وهو اوتوماتيك هيجيب الحاجه اللي جوه الاندكس ده، هات له بس الريديوسرز. يبقى الريديوسر ده شايل دلوقتي كل الريديوسرز اللي موجوده جوه الاندكس ده. فانا عندي اتنين، كاونتر ويوزر، عندي كاونتر بيشاور على الكاونتر ريديوسر واليوزر بيشاور على اليوزر ريديوسر. لو انا رحت دلوقتي وعملت انكريمنت او ديكريمنت مش هلاقي حاجه شغاله، مجرد الفايل بس بيشتغل، بس فين الداتا؟ قال لك في غلطه صغيره بس. ايه هي؟ ان انت هتروح وانت في فايل الكاونتر لما بتجيب من الستيت، الستيت ما اصبحتش بتقول له هات بس اللي انت كده كاتب، بقول له هات لي الكاونت من الستيت. غلط. ليه؟ لان انت دلوقتي الستيت دلوقتي هو بيمر على هذا الفايل، انهي ستيت؟ انت عندك اتنين ستيت دلوقتي، او عندك اتنين ريديوسر، عندك كاونتر ويوزر، الكاونتر شايل الستيت بتاعه الكاونتر واليوزر شايل الستيت بتاعه اليوزر، انت عايز انهي واحده فيهم؟ عايز الكاونتر. فخلاص هاجي اقول له بعد اذنك عدي لي على الكاونتر الاول، هات لي من الريديوسر اللي اسمه كاونتر هات حاله الكاونت بتاعك. ما انت لما بتخش على الكاونتر
هيروح هو اوتوماتيك، يروح من، هروح لفايل اندكس اهو، هيروح من الكاونتر يروح يجيب الكاونتر يديوسر يجيب منه الكاونت. فاحنا زودنا ستيب زياده، ايه هي؟ ان انت بقى عندك فايل شايل كل الريديوسرز، ما اصبحش ريديوسر واحد، ففي فايل شايل كل الريديوسر وعامل نيمينج لكل ريديوسر اللي هو الاندكس ده. انا مسمي عامل نيمينج لكل ريديوسر، مسمي الكاونتر ريديوسر مسميه كاونتر، اليوزر ريديوسر مسميه يوزر، البوستس ريديوسر مسميه بوست، مش عارف الكومنتس ريديوسر مسميه كومنتس، وهكذا. فلما تيجي تجيب اي كي او اي ستيت جوه هذه الريديوسر لازم تمر بالنيم ده الاول. فعشان كده عملت كده وانا في اليوز سيلكتور، قلت له بعد اذنك هات لي من الستيت، فالستيت دي ماسكه كل الريديوسرز، هات لي من الريديوسر اللي اسمه كاونتر، هتجيب لي منه ايه؟ هتجيب لي منه الكي اللي اسمه كاونتر. لو انا سيفت كده رحت عملت ريفرش دوست انكريمنت، هلاقي الدنيا رجعت تاني شغاله بفضل الله. واضحه الفكره؟ لما يكون عندك كذا ريديوسر بنعمل الاكشن ده. طبعا هيكون عندك في الاكشن بعد كده هتعمل فايل جديد اسمه يوزر اكشنز دوت جي اس، وتضيف فيه اليوزرز اكشنز بتاعتك. بعد كده هيكون عندك في التايبس، فين التايبس؟ التايبس اهو، هتضيف بقى مثلا فيتش يوزر، ابديت يوزر، والكلام ده كله، تبدا تضيف اكشنز لكل واحد. واضحه الفكره؟ ان شاء الله تكون واضحه. وطبعا بما ان لما تعمل ديسباتش تديسباتش لي الاكشن هيروح يغير في الريديوسر، وتبدا بقى تعمل سويتش كيسز للاكشنز بتاعتك. لحد هنا ان شاء الله تكون الدنيا واضحه. لو مش واضحه بعد اذنك عيد الفيديو مره واثنين وثلاثه، واكتب وما تزهقش، وطبق واغلط وطبق، وهكذا. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.